طيب في البدايه شباب احنا بس نسترجع اللي اخذناه المحاضرات اللي فاتت او المحاضره اللي فاتت. في المحاضره الاولى بس قدمنا مقدمه سريعه وعرفنا ايش المشروع اللي راح نشتغل تمام. والمحاضره اللي فاتت كانت يعني عباره عن مقدمه بس ايش المشروع. قلنا ان المشروع هو عباره عن سيمبل مالتي ستوري بيلدينج. سيمبل مالتي ستوري بيلدينج يعني بيلدينج مكون يعني تقريبا مساحته من 80 ل 100 متر حجز 120. السلاب اللي فيه بده يكون وان واي يعني بالاشياء اللي حتاخذوها ان شاء الله في ديزاين واحد. طيب بالنسبه لارتباطنا بالدكتور احنا مش مرتبطين في الدكتور، ما حدش يقول لي ما خدناش مع الدكتور لان احنا بناخذ من الاول قال تمام. مش مرتبطين في محاضرات الدكتور. اليوم ان شاء الله راح نكمل وقلنا راح ناخذ حسابات اللود. اليوم راح نبدا في حسابات اللود ونشوف كيف بدنا نحسب اللود للسقف. طيب قبل ما نبدا في حسابات اللود للسقف بدنا نفهم شغله اللي هي اللود باث. اللود باث ايش يعني؟ هو انتقال الاحمال في المبنى. سلسله انتقال الاحمال في المبنى بتبدا من السقف. السقف زي ما احنا لقيتها واقفين على سقف تمام. احنا عباره عن احمال موجودين على هذا السقف. الجوالات يا شباب احنا عباره عن احمال موجودين على السقف. احنا اسمنا حمل حي. ايش حمل حي؟ يعني الحمل هذا بيتحرك تمام. فبنسميه لايف لود. حكينا احنا اللايف لود بناخده من كود خاص فيه راح نشوف هالقد كيف. طيب ايش الحمل الثاني اللي موجود على السقف؟ الديد لود اللي هو بيتكون من مجموعه من العناصر. طيب هذه الاحمال كلها مع بعض راح تنتقل للسقف. طيب السقف بعد هيك وين راح يوديها؟ راح يوديها على الحزام زي ما احنا شايفينها. يعني السقف راح يستقبل الاحمال منها راح يودي على الحزامات والحزامات راح تودي على الاعمده والاعمده راح تنزل على القواعد. هذا الكونسيبت لازم يكون في راسك انه كيف الاحمال بتنتقل في المنشات وبشكل عام زي ما قلنا من السقف للحزامات ثم بعد هيك للاعمده للقواعد ثم لايش؟ للتربه. والتربه بتعمل على تشتيت الاحمال تمام. هذا اللود باث اللي احنا راح نمشي فيه. اللود باث هذا بسيط جدا. طبعا موضوع اللود باث هذا موضوع كبير وبياخذوا فيه ماجستير ودكتوراه في الموضوع هذا تمام. فاحنا يعني بناخذ اللي بهمنا هنا والمهم إلنا في ديزاين واحد انه احنا نفهم انه اللود باث تبعنا بمنشا بسيط بالطريقه هاي. طيب ناخذ اللود تايبس. هلقيتها ايش انواع اللود؟ يمكن اخذته مع الدكتور يعني بشكل سريع ايش انواع اللود. عندنا ديد لود وعندنا لايف لود وفي عندنا الويند لود وفي عندنا الارثكويك تمام. طيب بالنسبه للديد لود، الديد لود اللي احنا راح نحسبه اليوم ان شاء الله مع بعض. الديد لود بيتكون من ثلاث عناصر اساسيه لو جينا نحلله. اول حاجه بيتكون من الاون ويت اللي هو وزن السقف نفسه. قديش السقف فيه وزن؟ هذا واحد اللي بنسميه الاون ويت. ثاني شغله الكفرنج ماتيريال. ايش الكفرنج ماتيريال؟ الكساره اللي موجوده على السقف من تحت، البلاط اللي موجود فوق، الرمل، المونه، الخلطه يعني اللي تحت البلاط، كل هاي احمال بنسميها كفرنج ماتيريال. طيب ثالث شغله الايكوفيلنت بارتيشن لود. الايكوفيلنت بارتيشن لود هي عباره عن احمال الحيطان الداخليه. طيب احنا شو بنعمل في الايكوفيلنت بارتيشن لود؟ بنجمع احمال الحيطان كلها وبنسيحها على السقف كله. طيب ليش بنعمل زي هيك؟ ليش ما ناخذ مثلا الحيطه ونحط اللود بشكل ايش؟ ديستريبيوتد مكان. لانه اماكن الحيطان بتتغير، يعني مش تقسيمه الحيطان بتتغير، ممكن تتغير، ممكن الحيطه هذه تكون هان او انا احط اي تقسيمه معينه، انت تغير التقسيمه بكيفك، هذا عباره عن تخطيط معماري، انت حر في وين تحط الحيطه. فبالتالي احنا عشان يعني نحمل الحيطان على السقف فبنروح بناخذ الحيطان كلها بنجمعها وبنسيحها على مساحه السقف كله. هذه الطريقة اللي بنتعامل فيها مع الحيطان الداخلية تمام؟ الحيطان الداخلية بنسميها الايكوفيلنت بارتيشن لود تمام يا شباب؟ طيب بخصوص اللايف لود. اللايف لود يا شباب هي الأحمال الحية وهذا بيتعلق باستخدامي للمنشأ. ايش يعني استخدامي للمنشأ؟ يعني هل يعقل انه مثلا منشأة مستخدمة بس كأوفيس أو مثلا مكاتب؟ هل الاستخدام تبعها راح يكون زي وير هاوس مثلا؟ وير هاوس يعني مخازن. بيختلف ليش؟ لانه في المكاتب ايش الحمل الحي اللي راح يكون؟ عباره عن اشخاص، مكاتب موجوده بس. انما في الوير هاوسز ممكن يكون عندك اللي بيرفع البضاعه هذا بضل يتحرك، البضاعه بتتحرك من مكان لمكان،
فالاحمال اكبر بكتير، فمش معقول انا اساوي المنشئين هذول في بعض، تمام؟ او اصمم مثلا الاوفيس زي ما بصمم الويل هاوس، الويل هاوس محتاج لود عالي، فبالتالي تصميمه حيطلع كبير، تمام؟ فمش معقول اسويه في المكاتب اللي بكون حملها اقل. فبالتالي اللايف لود بيتعلق باستخدامي انا للمنشأة، ليش انا بستخدم المنشأة هذا. عندنا اللايف لود هنا له كود خاص فيه، الكود اللي موجود عندكم هذا حتلاقوه في كتابكم الجدول، في الكود ASCE، تمام؟ هذا الكود بيعطيني كل منشأ وايش استخدامه، اعتقد انكم شايفين ايش المنشأ واستخدامه وايش اللايف لود اللي انا راح اخذه. طيب تعالوا نشوف هنا، لو لقينا هنا بتلاقي الريزيدنتال هذا اللي احنا راح ناخده او اللي احنا راح نهتم فيه في السيمبل مالتي ستوري اللي احنا بنحكي عنه، منشأ سكني، انت كأنك بتصمم منشأ سكني عادي. طيب قديش اللود تبعه؟ بقول لي 200 كيلو جرام للمتر المربع، يعني هذا بقول لي انه المنشأ السكني العادي الطبيعي 200 كيلو جرام للمتر المربع، او يعني قلت 2 طن للمتر المربع بس تحميليا، اوكي؟ لانه احنا بنتعامل بالطن في الكود معانا، بنتعامل بالطن. طيب هذه الجداول حتلاقوها موجوده في الكود وراح تستخدموها في اللايف لود، غالبا اللايف لود راح ناخده احنا 0.2، لكن هذا بيعتمد على المنشأة. ممكن انت تصمم منشأة اوفيس مثلا، هنا لو دورنا على اوفيس بتلاقيها يحطط لك 240، لو انت بتصمم مثلا منشأة لمكاتب، تمام، بتاخدها 240 وهكذا. طيب بخصوص الويند لود والايرث كويك لود في السيمبل مالتي ستور اللي احنا بنحكي عنه قاعدين، مش راح ناخذها بعين الاعتبار. ليش مش راح ناخذها بعين الاعتبار؟ بالنسبه للويند لود، اول حاجه احنا ما بناخذش الويند لود والايرث كويك اول حاجه لانه مش موجوده عندنا بشكل كبير، يعني احنا احمال الرياح الموجوده عندنا مش عاليه جدا لهالدرجه. ثاني شغله، المنشأة اللي عندنا مش مستاهل اخذ فيها احمال رياح، تمام؟ هذا بالنسبه للرياح. الايرث كويك انه احنا كمان منطقتنا احنا هان مش يعني ما بتتعرضش لا سيفير ايرث كويكس، يعني اخر ايرث كويك صار عندنا بعد يمكن من 1920، يعني فترات طويله، فاحنا ما بناخذوش بعين الاعتبار دائما. فهذول اللودين احنا مش راح ناخذهم بعين الاعتبار، راح نتعامل مع لايف لود وديد لود ان شاء الله، تمام؟ طيب اللود كومباينيشن اللي شرحناه المره اللي فاتت في المحاضره اللي فاتت، حكينا انه مين بتذكر ايش حكينا عن الكود، ايش تكنيك الكود في انه يعني ايش تكنيك التصميم في الكود، ايش الكود بيعمل عشان احنا نصمم اي منشأة، ايش بيعمل في الاحمال، ايش بيسوي، بزيد الاحمال بالضبط، بيمسك الاحمال بزودها، وقدرة العناصر على انها تحمل بقلدها عشان يحقق السيفتي، تمام؟ اللود كومباينيشن هو عبارة عن فاكتورز انا بضربها في اللود عشان اعلي، تمام؟ فبدنا ناخذ اللود كومباينيشن هاد، يمكن اخذتوه انتم مع الدكتور اللود كومباينيشن هاد. عندي بقول لي اذا كان ديد لود ولايف لود في عندنا حالتين، تاخذ 1.4 بتضربه في الديد لود، او بتاخذ 1.2 في الديد زائد 1.6 في اللايف. هذا لو كان عندي بس لودين، ديد لود ولايف لود، وبتشوف مين الاكبر منهم وبتصمم عليه، كويس؟ طيب عندنا لو كان ديد ولايف ويند لود، عندي هذول الحالات، احنا هنهتم بالحاله الاولى، هاي هنصمم على هاي الحاله، هناخذ ديد لود ولايف لود اللي هي 1.4 في الديد، 1.2 في زائد 1.6 في اللايف، ونشوف مين الاعلى وراح نصمم عليه ان شاء الله. طيب نبدا نلقط في حسابات اللود كالكوليشن. كيف بدنا نحسب الاون ويت؟ اول حاجه واحده واحده. طبعا بخصوص الاون ويت، عشان انا احسب الاون ويت للسقف، اول حاجه بدي اخذ شريحه من السقف، يعني لو لاحظنا هنا في الاوتوكاد اللي موجود عندنا، غالب الاسقف اللي احنا راح يعني احنا هنستخدم الريبد سلاب. مين بيعرف انواع السلابس؟ السوليد سهل جدا احسب اللود تبعه، ليش؟ طول بعرض ارتفاع، يعني حجم مش مقطع، حجم بقام على الكونكريت بطلع احنا عرفنا كمان بدنا نحط هنا هيك، بقام على الكونكريت هي عباره عن 2.5 طن للمتر المكعب، تمام؟ لو انا جبت حجم السقف، تمام؟ وضربته في الرقم هذا بطلع عندي قديش؟
لود بالطن او وزنه بالطن، بس هذا سهل جدا. طيب بالنسبه للريبد سلاب، الريبد سلاب هو عباره عن سلاب مكون من، او مين بيعرف مين بيعرف شو الريبد سلاب؟ حجار وعصب ومين اسكندري بالضبط. يعني هو عباره عن سقف بيتكون من احجار مفرغه من الخرسانه، مش فيها خرسانه، تمام؟ وما بينها اعصاب بنسميها ريب. الريب هاي بتكون مليئه بالخرسانه، موجود فيها خرسانه، تمام؟ فاحنا عشان نحسب اللود تبع هذا السقف راح ناخذ شريحه بطول السقف، يعني حرافه هاي عندي سلاب بالطريقه هاي، شايفين؟ انا بدي اخذ شريحه هيك بالعرض، هيك باتجاه الريب، شايفين هذه الشريحه؟ هي هذه نفسها، متخيلين معايا الموضوع كيف؟ بس اخذت شريحه وشفتها ايش بالسايد فيو تبعها. طيب لقيت اول حاجه بدنا نعرفها شو هو عرض الشريحه اللي انا راح اخذه. عرض الشريحه اللي انا راح اخذه، عرض الشريحه بيكون من منتصف الريب لمنتصف الريب، تمام؟ يعني من هان، من نص الريب من هان لعند نص الريب من هان، اللي هو حيطلع بالطريقه هاي زي ما انتم شايفين في الرسمه هاي. طيب ايش المتغيرات هنا عندنا؟ ايش اللي بتغير عندنا؟ لقيتها بالنسبه لاحجار الريبس، احجار الريبس عندنا الابعاد الثابته تبعتها 40 ب 25، في البعد اللي هو الارتفاع، هذا اللي بيتحكم في سمك السقف، فاهمين كيف؟ يعني هذا لما اخذ السقف سمكه 22 استخدم احجار 17. طيب هذا ممكن يكون 17، ممكن يكون 14، تمام؟ ممكن يكون 20، ممكن يكون 22، وهكذا، تمام؟ له ستاندرز. فبالتالي هذول الابعاد ثابته، اللي هو ال 40 هذا ثابت، وال 25 اللي داخل الصفحه اللي هو يوهان هذا البعد ال 25 ايوه ثابت برضه. مين اللي بتغير؟ هو الارتفاع اللي بيتحكم فيه سمك السقف. ان شاء الله المحاضره الجايه راح نعرف كيف نحدد سمك السقف، بس خلينا نفرض ان احنا بدنا ناخذ سمك السقف بالطريقه هذه. حناخذ حجار 17 وال 5 سم هذه حتكون مليانه خرسانه، الخلل كله خرسانه. بالتالي شريحتي راح تكون بالطريقه هاي. طيب قديش ارتفاع شريحتي؟ هو ارتفاع السقف، صح؟ طيب قديش عرض الشريحة؟ قلنا بدنا ناخذ من نص الريب لنص الريب. طيب الريب هنا الريب له مقاسات، ممكن يكون 12، ممكن يكون 10، ممكن احيانا يكون 15، لكن غالبا بيكون 12، الغالب بيكون 12 ومرات بنستخدمه 10. طيب نفرض انه احنا عندنا اخذنا الريب 10 10، عرض الريب هو 10، فبالتالي لما ناخذ من نص الريب لنص الريب حاخذ 5 من هان و 5 من هان، معي ال 40 بتطلع معي 50، الشريحه تبعتي هاي 5. طيب وارتفاع الشريحه هو 22، طب البعد الثالث للشريحه 25، تمام؟ في اي مشكله؟ طيب اول حاجه بدنا نحسبها يا شباب، بدنا نجيب الكونكريت عشان نحسب وزن الشريحه هاي. بدنا نجيب وزن الكونكريت لحال ونضربه في جنبل الكونكريت، بنطلع وزن الكونكريت. طب وين الكونكريت هاي موجود؟ هاي من هالشارع، صح؟ هذا مفرغ منها، هذا فارغ، حجر فاضي. فانا بدي اجيب المساحه هاي، تمام؟ واطلع، يعني هذه بدي اطلعها لحال وهذه بدي اطلعها لحال، وبعدين اجمعهم مع بعض. حجيب وزن الكونكريت لحال وبعدين اجيب وزن الحجر لحاله واجمعهم مع بعض. طيب بدنا نجيب وزن الكونكريت، كيف بدي اجيب وزن الكونكريت؟ اول حاجه باخذ الحجم الكلي، حجم هاي كلها ناقص الفراغ، مش بطلع لي الكونكريت؟ طيب التوتال فوليوم هي الهاتش بنقول عنه، هو عباره عن البوينت 5 مضروب في البوينت 2 5 في بوينت 22، صح؟ في مشكله؟ تمام. الفوليوم للهولو بلوك، الفوليوم اللي هو لهذا الفارغ قديش؟ فابعت بلوك، ابعت بلوك اللي احنا مستخدمينه، هنضرب 40 25 هدول الثوابت، في الارتفاع اللي انا مختاره هو 17، صح؟
بنطلعه بالمتر. طبعا هنا في تحويلات انه بالمتر، لما بشتغل بالمتر قاعد بيطلع بوينت او 17. طيب لو نقصت الاثنين من بعض بطلع الكونكريت، بطلع حجم الكونكريت اللي هو طلع معنا هنا حجم الكونكريت اي بوينت او 15 او 105 متر مكعب. طب لما نضرب هذا في 2.5 طن للمتر المكعب، متر مكعب على متر مكعب بيطلع معايا وزن الكونكريت بالطن. في مشكله لحد الان؟ تمام. هاي عملها كونكريت ماس، ايش بيساوي؟ في جاما كونكريت ضرب في 2.5 طلع معاه بالطن. تمام. طيب نيجي لقيت لحسابات البلوك، انا لقيت حسبت الجزء الخاص بالكونكريت خلص. طيب بدي احسب البلوك، كيف بدي احسب وزن البلوك؟ بدنا ناخذ هنت هنا البلوك الريبس قديش ارتفاعه بيكون وزنه، ايش يعني؟ يعني الريبس ال 14 وزنه 14 كيلو، الريبس ال 17 وزنه 17، فاهمين؟ الريبس ال 20 وزنه 20 كيلو، تمام؟ فبالتالي البلوك ماس 17 لانه هم مستخدمين 17، فبالتالي 17 كيلو يعني 0.017 تحويل بس لطن، حولته لطن. طيب هلقيت الاون ماس للمتر المربع، هلقيت انا حسبت الكونكريت وعرفت وزن البلوك، بدي اجمعهم مع بعض. تمام، بروح بجمع الرقم اللي طلع معايا هان ولا الرقم هذا، هذا مع 0.017 هيك بجيب وزن الكونكريت مع البلوك. طب انا بدي الوزن بالطن ولا بدي الوزن للمتر المربع؟ لان انا على سقف، انا بشتغل على متر مربع، بوزع اللود على السقف على المتر المربع، فبقسم على ايش؟ على مساحه الشريحه اللي انا ماخذها، مساحه الشريحه عشان اطلعه بالمتر المربع على متر مربع لكل متر مربع، فاهمين علي كيف؟ فباخذ هذا الوزن زائد هذا الوزن بقسمه على بوينت 5 في بوينت 2.5، فهمتوا علي؟ عشان اوزع على المتر المربع، لانه انا بدي اللود على ايش؟ على السقف كله على متر مربع، فاهمين علي ولا كيف؟ في اي مشكله؟ بس قسمت على البوينت 5 او بوينت 4 قسمت على ال 50 في 25 عشان يطلع معايا اللود موزع على السقف كله لكل متر مربع. في اي مشكله في الاول ويت؟ هيك بنكون احنا حسبنا الاول ويت بالطن للمتر المربع. حسبنا اللود بالطن للمتر المربع، في اي مشكله في الاول ويت؟ اي حد عنده سؤال؟ طيب خلصنا. هلقيت بدنا نحسب الكفرنج ماتيريال، هذا الجزء الثاني من حسابات البلوك، الكفرنج ماتيريال. طيب الكفرنج ماتيريال يا شباب تتكون عندي الكفرنج ماتيريال، القانون هذا بقدر يجيب لي الويت لاي لاير، هو عباره عن ايش؟ عن الثيكنس مضروب في اليونت ويت. اليونت ويت الجاما، يعني عندي مثلا رمل، قديش الجاما للرمل؟ قديش سمك طبقة الرمل؟ بطلع مباشر. تعال نشوف كيف. لو عندي مثلا بلاستر اللي هي ايش؟ قصارة السقف. طيب قصارة السقف سمكها 1.5 سنتي، يعني بوينت او 1.5 مضروب في جاما، هذه جاما، تمام؟ هذه جاما، يعني هذه ايش؟ بتضم للمتر المكعب، وهذه حتطلع بالمتر، وبالتالي بتطلع معايا ايش؟ بتضم للمتر المربع. كويس؟ قصارة، أنا بشتغل بلاستر هلقيت، كل طبقة إلها جاما معينة، القصارة إلها جاما، الساند له جاما، المورتر نفسها له جاما، ثابتة اه. نعطيكم اياها ايش؟ ايوه وزن المتر المكعب. طيب عندنا هنا 2.1 للقصار، عندنا 1.8 للساند، شايفين بضرب طبقة الساند عندي اللي موجودة هي 7 سنتي، من 7 ل 10 يعني بنحطها، ففي 1.8 اللي هي جاما للساند. طيب طلع لي وزن الساند. طيب المورتر 25، يعني 2.5 سنتي تقريبا، تمام؟
وين 2.5 سنتي كمان البلاط، بلاط كراميكا، تمام؟ في جامل البلاط. فهيك طلعنا احنا هدول الاربعة هم الكفرنج ماتيريال. في غير هيك كفرنج ماتيريال على السجل؟ ما في شيء. فبجمع هدول مع بعض بطلع التوتال ويت تبعهم. هي هيك انا حسبت الكفرنج ماتيريال. في اي مشكلة فيه؟ سهل جدا. الكفرنج ماتيريال هو قانون واحد، ثيكنس مضروب في جامل بس. في اي مشكلة؟ طيب اللي بعد هلقيت البارتيشن لود، الايكوفلنت بارتيشن لود اللي هي الحيطان الداخلية. طيب الداخلية تقطيع تقطيعات الدائر، لا الدائر بتحمل على الدائر على الحزام المتناهي، تمام؟ احنا من يعني حيطان الدائر مش هيتغير مكانه، هتضل مكانه، انت كيف؟ طيب بالنسبة للحيطان، اول حاجة اول هنا بدنا ناخدها انه في المتر المربع من الحيطة في 12 بلوك ونص، مش مصدق روح قيس متر، في متر وعد الحجار بيطلعوا 12 ونص، من 12 ل 12 ونص. صحيح كويس؟ عديته. طيب الحيطة هذه شغلة. طيب تاني شغلة، لما حسبنا احنا البلاستر للسقف قلنا 1.5 سم، تمام؟ لكن الحيطة بتكون مكسورة من الجهتين، فالواحد ونص سم بدنا نضرب في اثنين. ايش تنضرب في اثنين؟ ليش؟ لانه الحيطة مكسورة من الجهة هاي ومن الجهة هاي، ففي جهتين كسارة. هذه تاني شغلة. طيب احنا هم بدنا نفرض انه ارتفاع السقف عندنا بده يطلع 2.95 او 3 تقريبا، تمام؟ من وين بنجيبوا هذا؟ من المخططات اللي راح تكون معاكم ان شاء الله، حتيجي لكم مخططات هيك معمارية بالطريقة هاي، يعني تقدر تعرف ارتفاع السقف منها كويس؟ الاليفيشن او سكشن. طيب تمام. طيب تاني شغلة ايش بدنا نحكي؟ زي ما حكينا هم في حجر الاليبس، الحجر قديش ارتفاعه هو وزنه، يعني حجر العشرة وزنه 10 كيلو، حجر ال 12 وزنه 12 كيلو، وهكذا. هذه تاني شغلة. طيب نبدا نحسب. اول شيء بدنا نحسب، بدنا نفرض انا بدنا نفرض انه عندنا كل التقطيعات الداخلية بحجار 10، ممكن تكون ب 10 ممكن تكون ب 12 عادي جدا، او ممكن ب 15 مرة، ماشي؟ بدنا نفرض عندنا هنا للتسهيل عشان مثال، بدنا نقول انه البلوك الحجار اللي مقسمين فيها احنا هي حجار 10، كل الحيطان الداخلية حجار 10. فبدنا نقول انه وزن البلوك، وزن البلوك، وزن المتر المربع من البلوك، مش قلنا 12 بلوك ونص في المتر، تمام؟ بنضرب في 10 عشان نطلع وزن، وزن المتر المربع. فبقول 12 ونص في 10 كيلو بيطلع 125 كيلوغرام للمتر المربع. يعني كل ايش معنات هذا الكلام؟ معناته كل متر مربع من الحيطه وزنه قديش؟ 125. طيب بعدين في بعد البلوك، طيب ايش في على البلوك؟ في البلاستر، بدي احسب وزن البلاستر. طيب وزن البلاستر قلنا وجهين مضروب في 1.5 مضروب في جاما، في نفس القانون اللي فوق. طيب التوتال ويت بدي اجمع الاثنين مع بعض، هاي التوتال ويت طلع عندي 188 كيلو جرام للمتر المربع. طيب يا شباب لقيتها، خلصنا على الكلام. هيك الرقم هذا ايش طلع معنا احنا بالاخر؟ طلع معنا الرقم قديش؟ 188 كيلو جرام للمتر المربع. وركز في هذا الرقم كويس شباب الصوت، ال 188 ايش معنات هذا الكلام؟ معنات انه كل متر مربع من الحيطة وزنه 188 كيلو جرام. حلو؟ طيب هلقيت انا عندي هاي الحيطة مثلا، نفرض انه عندنا هذه الحيطة، كل متر مربع من الحيطة هذه وزنه 188. طب انا لو مسكت ال 188 ضربته في ارتفاع الحيطة في طول الحيطة بيطلع معي وزن الحيطة كله، صح؟ وهكذا. طيب ارتفاع الحيطان مش كله ثابت، فبضرب عشان اطلع للمتر الطولي، بضرب في ارتفاع السقف، تمام؟ عندنا الارتفاع عندنا 2.95 ضربنا طلع معنا للمتر الطولي، وين راح؟ هاي 554.6. يعني صار ايش يعني؟ ايش يعني هذا الرقم؟ يعني كل متر طولي من الحيطه العشرة وزنها 556. في مشكله؟ في مشكلة الآن؟
قلت عنا قلنا 188 كيلو ايش يعني؟ يعني كل متر مربع من الحيطة وزنه 188. طب ضربنا في الارتفاع صار بالمتر الطولي، صار كل متر طولي من الحيطة العشرة وزنه 554. تمام؟ طيب هل انا عندي حيطة واحدة في كل الدار ولا في اكثر من حيطة؟ في اكثر من حيطة، فبجمع اطوال الحيطان كلها، باخذ طول الحيطة هاي والحيطة اللي جنبها والحيطة اللي جنبها، كل التقطيعات بجمع اطوالها. طب جمعت اطوالهم ضربتهم في الرقم هذا ايش بيطلع عندي؟ وزن كل الحيطة، فهذا اللي انا بدي اياه. حسب تدرك الارتفاع اللي بدك اياه، بس الحيطان اللي تحت السقف كلها حتكون ارتفاع واحد. ليش بكون اعلى في الوزن؟ كيف اعلى؟ الوزن اعلى لانه في حركه كبيره، يعني انت احنا لقيتها في كسكان مش محتاجين اكثر من 3 متر، فيش حد طوله 4 5 متر. بس انت في الوير هاوسز ممكن تشيل بضاعه تصل ل 4 متر 3 متر، محتاج سقف اعلى عشان سهوله الحركه بس. لا ما بندخلش لانه مش مستاهل الموضوع. ماشي ما ما هو انت حلو 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 حلو، فكرة ان انت تخصم تخصم الشبابيك وتخصم مش عارف ايش، بالنهاية الموضوع مش مستاهل، يعني قديش بيطلع الشباك من الحيطة. تمام؟ وغالبا بيكون الشبابيك خارجية اصلا مش داخلية، مش في الحيطان الداخلية، ولو عملت شباك داخلي مش مستاهل تحسب. فهمت كيف؟ ففهمنا كيف بنعرف؟ بنجيب وزن الحيطان، الآلية اللي اتبعناها شباب بنفس الطريقة هذه، بجيب أطوال الحيطان بضربه في الرقم هذا بيطلع معي أوزان الحيطان التقطيع اللي موجودة عندي. طيب طلع معاه هنا 20 طن، 20 طن. خليكم معايا يا شباب. طيب هل جيت أنا لما جبت الأون ويت جبته بالطن للمتر المربع، والكفرنج ماتيريال جبته بالطن للمتر المربع، طيب أنا عندي الرقم هذا بالطن مظبوط، بدي اياه بالطن للمتر المربع. طيب على ايش؟ مش احنا قلنا بدنا نجيب اوزان الحيطان ونسيحهم على السقف، بدي اقسم على مساحه السقف. طيب هل مساحه السقف كلها ولا ضع اخصم منها اشياء؟ لما انا ما حسبتش مساحه السقف بتاخذها كلها بتطرح منها ما اخذتش حوادث خارجيه. هو كان بس مش هتفرق ايش العمود 20 الدرج. ليش بنخصم الدرج؟ لانه الدرج مش هيشيل معي، هو مفتوح اصلا فيش سقف يشيل. انا بدي اسيح، ليش انا بسيح الحيطان؟ عشان اقول انه هذا الحيطان راح يشيل هذا السقف. طب انت الدرج مفتوح ايش بيشيل؟ فانت حتشيل كل الفراغات، ممكن يكون في منور فتحه منور مثلا تخصمه. فاول احد بدي اجيب التوتال اريا تاعت السقف، اخصم منها بيت الدرج واخصم منها المنور مصاعد، او في اذا في مصعد بخصمه. بدي بس الاريا الفعليه للسقف اللي راح تشيل معايا الحيطان. فهمتوا كيف؟ فبجيب هذا الرقم بقسمه على الاريا الفعليه للسقف زي ما هو انا طلع معانا. جبنا الاريا توتال، بعدين جبنا الستيرز، طلع الستيرز فيش عنده الستيرز في الرسمه. طبعا كل هذا بناخذه من الاوتوكاد، وبنقول الرقم هذا مقسم على ايش؟ على التوتال اريا ناقص الاوبننج، بيطلع معايا بالطن للمتر المربع. هيك بنكون حسبنا ايش؟ حسبنا الايكوفلنت بارتيشن لود، حسبنا الثلاث انواع من اللود. بعدين بالاخر بقول الديد لود هو عباره عن ايش؟ بجمع الثلاث ارقام اللي طلعوا معايا اللي هو الاون ويت، الكفرنج ماتيريال، والايكوفلنت بارتيشن لود، بيطلع معايا بالطن للمتر المربع. هذا ايش معناته هذا الرقم؟ بدنا نبقى فاهمين. انا ليش بضلني احكي ايش معناته ايش معناته؟ الرقم هو انت قاعد تطلع فيه بدك تفهم ايش يعني الرقم هذا؟ يعني المتر المربع من السقف راح يشيل لود بوينت 7 طن، يعني كل متر مربع من السقف عليه بوينت 7 طن، يعني عليه 700 كيلو. فهمنا؟ هاي معنى الرقم هذا. طيب هيك بنكون خلصنا احنا حسابات الديد لود. اللايف لود بنروح بناخذه من الجداول اللي حكينا عنها. طيب بعد هيك بستخدم الفاكتور، شو بروح بقول؟ ال 1.4 الحالة اللي عندنا 1.4 في الديد لود، 1.2 في الديد لود، 1.6 في اللايف لود. ناخذ أيهما أصغر؟ أكبر أيهما أكبر؟
تمام يا شباب؟ طيب اول شيء السقف سمكه مو جبنا هاي الفكره. المره الجايه ان شاء الله راح نعرف كيف نحدد سمك السقف. مين عنده فكره كيف نحدد سمك السقف؟ حسب الاحمال. حسب ايش؟ الاحمال. لا مش ضروري حسب الحجر استخدم. ما انا بستخدم الحجر مو انا على واحد واحد طيب شباب بنحدد سمك السقف بناء على الاسبانس او البحور. ايش يعني البحور؟ يعني قديش العمود بين العمود. كل ما زادت المسافه بين العمدان كل ما انا اضطريت ازود السمك. فاهمين علي؟ يعني في الون واي لما بدنا ناخذ مثلا سقف 20 سم بدنا نحاول تكون المسافات ما بين 3-3.5. طب هذه الارقام اللي جبناها المحاضره الجايه رح نشرحها كلها ان شاء الله. في عندنا جدول من الكود بقول لك كيف تختار سمك السقف. طيب سمك السقف بتنقى بناء على ايش؟ على الديفليكشن. حسابات بنسميها حسابات الديفليكشن. هذا كله راح نفوت فيه ان شاء الله بدناش نسبق يعني. طيب ايش اللي مطلوب منا احنا؟ مطلوب منا كالكوليشن شيت برضه شرحته في الفيديو انا هشرح كمان مره اذا حد حضر الفيديو. بدنا كالكوليشن شيت انا بس نوقف الفيديو.